بون نبداو لكم قبالة اخوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلت لكم جديد اليوم. بون نبدا لكم قبالة في سبيد تيست، لكم سبيد تيست قبالة ندخلها معايا. احنا اخوتي دوكا رانا ماكتيفي، رانا معدلين في بي ان اللي يخفف يسرع الانترنت تاع وريدو، وهذا يرجع طيارة باسكو احنا على بالنا بلي قاع مشكل هذاك من السبعة اللي هي توجور الانترنت تاع وريدو ثقيلة بالبزاف. ما نشوفو اخوتي، بسم الله نبداو. بون على بركة الله مانيش ماكتيفينو دوكا، شوفوا قبل ما نكونو ماكتيفينو ماهوش ماكتيفي، راهو تشوف كيما راهي السرعة، راهي 10 ميجا، راهي 11 ميجا، وعلى 9 ميجا مينيموم. وي ميجا تهبط غير زيد تهبط، فوالا كيما راكم تشوفوا. روحو ناكتيفيو السيرفر المعدل اللي عدلناه لألمانيا كيما راكم تشوفو، ناكتيفيو هاي جاية وندخلو اليوتيوب. عفوا 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 خوتي، سبيد تيست ونديرو كايا ونتستيوها مرة ثانية إن شاء الله يا ربي، ونشوفو الفرق بين كيفاش كان في الأول و مرنا أكتيفينا السيرفر المعدل. استنى واحد شوية باسكو راهي ريشيرشي على السيرفر في ستراسبورغ أربورغ عفوا. فوالا كيما راكم تشوفوا خوتي، راهي 18، راهي 19 ميجا، راهي 18 حتى 19 راهي تروح وتجي. شوفوا الفرق بين الاولى، الفيديو الاول التست الاول كانت 8 ميجا، ودوكا راهي 17 ميجا، ديفيرونس كبيره، فرق شاسع خوتي. فوالا خوتي باش ما تتلفلكمش نقول لكم لا فيديو تاعنا لابليكاسيون تاعنا السيرفر اللي انا معدلينه هو هذا انفو في بي ان. بون ما تلقاوش في جوجل بلاي ولا في بلاي ستور المقصود، ولا تلقاوها في بلاصه واحده اخرى مصدر اخر، باسكو هذا راه معدل انا عدلناه ودرناه والله سبيسيالمون للناس اللي عندها اوريدو اللي راهي تعاني من الثقل تاع من السبعه للهيه. والله هذا هو الحل ان شاء الله خوتي. والله خوتي ان شاء الله ما نكونش طولنا عليكم، ديروا لنا ابوني لاشان، ما تنساوناش ابوني متابعه للقناه باش يوصلكم ان شاء الله غير جديد. فوالا حاجة واحدة أخرى صح نقول لكم كيفية تحميل التطبيق، كيفية تحميل التطبيق راه في أسفل الفيديو، راه في أسفل الفيديو. والله اللي ما يعرفش يحمل التطبيق دوك نوريو لهم، نوريو لكم فيديو ثاني، ندير لكم فيديو ونوريو لكم كيفية التحميل، كيفية التحميل وبارك الله فيكم خواتي. ما تنساوش تابوننا والله شان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.